يقول ما حكم تقبيل الكعبة؟ لم يرد إلا أنه يقبل الحجر الأسود، يستلم ويقبل إذا أمكن، وما عدا ذلك لا يقبل شيء من الكعبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استلم الحجر وقبله ولم يقبل غيره من أركان الكعبة أو من جدرانها. نعم.